السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المشاهدين ديالي، المشاهدة التوعيد، تبارك الله عليكم وما شاء الله عليكم، ربي يحفظكم ربي يستركم. الحاجة سعيدة الصحراوية كتجد لكم غير تبارك الله وما شاء الله، الحاجة اللي مزيانة والحاجة اللي هي كتعالجكم بالمعقول وكتجيب لكم التيسير والرزق الكثير. اليوم المشاهدين ديالي تبارك الله عليكم وما شاء الله عليكم، جبت لكم الاحجار كريمه قناتي على اليوتيوب، وديجا راه حطيتهم لكم في التيك توك، حطيت لكم على احجار كريمه، احجار كريمه كتحيي التوتر وكتساعد على النوم وكتمنعك من الناس اللي هما كيحسدوك، الناس اللي كيحسدوك يكونوا معاك في الاقارب ديالك كيحسدوك، والعين والسحار والثقاف وكل شيء للمشاهدين ديالي. واللي بغى شي حاجه للمشاهدين ديالي تبارك الله عليكم وتبارك الله عليكم، دخلوا معايا القناه على اليوتيوب، دخلوا معايا الواتساب ديالي، التليفون تاعي 06 66 72 62 22 27 في الاخر. مرحبا وتبارك الله وما شاء الله، اللهم بارك لك. هاد الاحجار الكريمه تبارك الله راه كيمشيو من المغرب، وحنا كنسهروا عليهم في مناطق في برا، في داخل الوطن وخارج الوطن، حتى تنصاوبوهم اللي هما عندهم الف سنين، الف 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 سنين. فيهم الانواع، فيهم القليبات، اللي بغى القليب راه زوينين المشاهدين ديالي، ما تبخلوش عليهم، يمنعوكم من راه كيديروا لكم واحد، تيحيدوا لكم واحد الطاقه سلبيه وكيجيبوا لكم الايجابيه، راه ما تبخلوش عليهم، ويحيدوا لكم التقلق، المقلق، الانسان اللي مقلق، ضيق السدر، الخوف، كل شيء. الاحجار كريمه تبارك الله وما شاء الله عليها، راه الا درتوها راه كتحصلوا على كل شيء، راه كتمنعوا من واحد من واحد واحد من واحد المرض. يا سلام يا سلام يا سلام، راه ديما يبقيتو كديروه، راه ربي ما يخليكمش مازال يعطيكم شي حاجه ابدا، تتحافظوا على الصحه ديالكم وعلى الطاقه السلبيه والايجابيه وكل شيء. المشاهدين ديالي مرحبا، كنعلقوها في واحد الخيط هادي وكنعلقوها معانا، والتوتر والقلق راه ما كتخليهش المشاهدين ديالي. الانسان اللي كيجي لدارو ديما تعبان، ديما ما عارف شنو عنده، ديما راه المشاهدين ديالي راني شفت لكم احجار كريمه وبري، واللي بغى يديها عندي وشراها من عندي يمشي يقلبها ويدير عليها التحاليل ويجي بركه. نخرجها انا للامارات العربيه والسعوديه والبحرين والقطر ودبي، بلجيكا، فرنسا، هولندا، تبارك الله وما شاء الله، اللهم بارك. وبيتكم حتى نتوما المشاهدين ديالي، المتتابعين ديالي، بيتكم حتى نتوما ما تبقاوش بلا احجار كريمه. ديريها في السنيسله في الخيط، كنديرها لكم انا في خيط كما كندير لكم القماري، شتي كما كندير لكم عود القماري، هو هذا هو الخيط فاش كنديرها المشاهدين ديالي، هو هذا الاسود، هذا الاسود، هذا راه عود القماري، حتى هو الى بغيتوه راه كاين موجود، حتى هو التوصيل بالمجان، العود القماري الكامبوني، راني حطيته في قناتي على تيك توك، منتوجات صحراويه باب الربح، هو حتى هو الى بغيتوه راه موجود، ديجا راه فدرتو للناس ومشى تبارك الله، ولقاو عليه نتيجه المتتابعين ديالي، لقاو عليه نتيجه. ودابا عافاك الحاج، عاوديه لينا عاوديه لينا عاوديه لينا، هاني راني عاودت لكم في هذا عشر، جابوه لي الحجاج ديالنا من المملكة العربية السعودية وعاودت لكم. وما تبخلوش على الأحجار كريمة والشقيقة اللي كتدعو الشقيقة، كيقصتها المغرب دي الشقيقة اللي كيضروه المفاصل، ما يتفارقش مع هذا الأحجار الكريم، احجار كريمه باذن الله اللي هما عند عمرهم ملايين السنين، ملايين السنين والله حبابي،
الله يجعل سيدي ربي يسهل عليكم، واللي باهم راه توصل في المجد بالمجد، يدخل عندي قناتي على اليوتيوب، ويدخل عندي التليفون تاعي الواتساب، يدخل يصيفط ليا وبوكال ويهضر معايا وندير معاه. انا ما تنجاوبش الناس في اللايف المشاهدين ديالي ديال تيك توك. ودابا المشاهدين ديالي ان شاء الله راه نكمل هذا الفيديو، ندخل معكم اللايف تاع القناه، وتبارك الله عليكم وما شاء الله عليكم. واللي بعض الاحجار الكريمه التليفون تاعي 06 63 56 05 31، التليفون تاعي 06 66 62 27 في الاخر. ومرحبا بك ودخلوا عندي ونهضر معكم المشاهدين ديالي، لا تبخلوش على الاحجار الكريمه. وراني انا جبتهم تبارك الله قرايه، درت لهم الماء القليل وروح انتهم وقريت عليهم وشحال تتمر المشاهدين ديالي باش جبت لكم انا هاد الاحجار كريمه تعلقوها. راهي لا علقتها راه التيسير والرزق يتزاد عندكم، راه فيها الانواع. باقي قنفود البحر وباقي عود سميتو شوك القنفود، وباقي تبارك الله وما شاء الله المرجان الاحجر المرجان الحجري، وباقي اللهم بارك وزيد في ذلك. هانتوما المشاهدين ديالي، ربي يخليكم ويطول عمركم ويسهل عليكم ويجيب لكم التيسير، والله يجزكم رزق والتيسير من الباب اللي لا تحتسبه. تابعوني ودخلوا ديروا الطلبات على الاحجار الكريمه، ما تبخلوش عليها ما تبخلوش عليها ما تبخلوش عليها ما تبخلوش عليها، راه التوصيل بالمجان. الله يعاوننا ويعفو علينا على هذه الحراره. والله الا كنشربوا المشاهدين ديالي الماء وحنا تنتقجوا، والله يدير شي تاع ولد اخر خير. نقولوا التنعيه والله ينجيكم من صهد بنادم وما صهد الله هاي ديال ليه التاويل. الله ينجيكم من صهد بنادم، ملي جات من عند الله مرحبا. يلا المشاهدين ديالي تبارك الله عليكم وما شاء الله عليكم، مرحبا وسهلا. دخلوا عندي الواتساب تاعي ومرحبا بكم، ربي يسهل عليكم ربي يجيب لكم التيسير.